هذا ورا يومين من مارلونيت. هذا أستاذ كريم وصفي المايسترو العالمي يعزف وأني أرسم وياه. طبعا اتفاق كان شوية صعب لأنه اختلاف الأجيال بيني وبينه. يعني ما كان أكو كونكشن كلش قوي، بس أنا حاولت إنه أترجم اللي هو يريده حسب على طريقتي. شنو رسمته؟ رسمت أميرة سومرية بزي أيزيدي لتضمن ويا القضية الأيزيدية. اللي كان يريده أستاذ كريم إنه يكون أترجم عزفة بضربات بالرسم، بس أنا شفتها كل شيء محدد ويعبر عن فكري أني، بس أنا رتشي يكون عام. حلو. فطلعت شوية عن المتفق عليه. وشنو اللي صار بعدين؟ ما صار شيء. نعم. هذه اللوحة. إيه. هاي صابرين. فنانة صابرين. هذه المشكلة، هذه اللي صارت عليها مشكلة. فنانة صابرين طبعاً ما عجبها. ويعني شبه هاجمت وقالت إنه امسحها وهيك شيء، وبعدين رجعت جرت بول.